مساء الخير. أنا سعيد جدا إن أنا معاكم النهارده في أولى حلقات برنامج لازم نفهم، وسعيد أيضا إن أنا هبقى معاكم كل أسبوع يوم الخميس الساعة 10. البرنامج ده اللي هو لازم نفهم أنا مش بطله ولا النجم بتاعه. في نجوم كتير جدا واقفين ورا الكاميرا ورا الكاميرا بيبذلوا جهد كبير جدا عشان نعمل برنامج مختلف. لان الاسم نفسه مختلف كلنا سعداء جدا ونفسنا نحظى بثقاتكم دايما اكتر من 25 صحفي ومراسل بيعملوا على مدى الاسبوع علشان يوصلوا القصة حقيقية من وسط الناس بمعنى ايه بمعنى ان لازم نفهم هيكون محاولة للفهم انا هحاول افهم معاكم انتوا اللي هتقوموا بالدور الاكبر انتوا البطل مش احنا لانه لازم نفهم بيحاول يكسر نمط تقليدي وقديم في الاعلام العربي يمكن ما يكونش البرنامج الاول من نوعه ولكنه بيحاول ان يعتمد على المعلومات الموثقه والدقيقه جدا من بطن المجتمع المصري نفسه بيسموه في الغرب التحقيق الاستقصائي هو تحقيق تلفزيوني انا دوري هيبقى في اخر دور بنحاول ان احنا نقتحم فيه مساحات كانت محظوره علينا على مدى سنوات طويله قضايا تبدو للبعض وكانها من المسلمات او احنا بنتكلم عنها باعتبارها امر واقع ومش هيتغير تقريبا 30 سنه او اكتر عشنا في ظل هذه الحالة الكبار اللي فوق بيحكموا كانوا بيحكموا بمنطق ان هما اللي يفهمونا اللي عايزينه وما نفهمش اللي مش عايزيننا نفهمه. حالة غريبة جدا كنا بنتضايق من الحالة دي بنتألم بنقول يا جماعة هو إيه اللي بيحصل في قضية كذا؟ فنبدأ نجتهد حد يقول والله أنا سمعت كذا على القهوة وحد تاني يقول ده بيقولوا كذا، حد يقول ده أنا كنت قريت في مرة في جورنال أو شفت في قناة تلفزيونية أو سمعت في إذاعة عنهم بيقولوا كذا، لكن الحقيقة دايماً كانت غايبة. علشان كده كانوا بيعرفوا يحكمونا، ليه؟ لأنهم ما بيخلوناش نفهم. المعرفة لوحدها مش كفاية. ربما نعرف بعض المعلومات، بعض الحقائق، ولكن الصورة دايماً ما بتكتملش إلا لما بنوصل لحالة الفهم. لازم نفهم مش امر، كلمة لازم مش امر، ولكنها محاولة. من حقنا كشعب إن احنا نفهم حياتنا ماشية إزاي. بناكل إيه؟ بنشرب إيه؟ بنتحرك في المواصلات إزاي؟ مين اللي بيتحكم في مصائرنا؟ مين اللي بيعلم ولادنا؟ مين اللي بيعالجنا في المستشفيات؟ ومين كمان بيتحكم في حياتي وحياتك جوة البيت؟ ممكن يكون في معدتي، ممكن يكون في عقلك ممكن يكون في كل حاجة الشعوب المتحضرة زي الشعب المصري كده لازم تفهم كل حاجة ما ينفعش تسيب مقدراتها في ايد ناس هم يفهموا ويفهموها اللي هم عايزينه الحالة دي كانت سيدة قبل ثورة 25 يناير ثورة 25 يناير نفسها ثورة ضد اللي كانوا مش عايزيننا نفهم قلنا لهم في ميدان التحرير لا احنا فهمنا هو احنا ليه ما صرناش طول التلاتين سنة اللي فاتوا لان كان حالة الفهم لم تكتمل بعد ما كناش وصلنا لقدرتنا لفهم وقدرتنا وقوتنا على ان احنا نخلع النظام ده احنا سببنا اللي فهموا ان لديهم قوة جباره جدا تقدر تسقط نظام هو الاعتى والاقوى في منطقه الشرق الاوسط كله هي دي هو ده الفهم اللي وصلهم للوقوف في ميدان التحرير وتحدي النظام باجهزته الامنيه واجهزته البطشيه زي ما بيقولوا ووصلت في ايام قليله الى انها فهمت وفهمت النظام الحاكم ان الشعب المصري لما بيفهم بيعمل اللي هو عايزه. بيعمل مستحيل بيصنع المعجزات راجعوا تاريخنا كده كله هتلاقوا انه المعجزات والنقلات الكبيره جدا اللي عملناها في حياتنا كانت ناتجه عن فهم لاسرار وعناصر قوتنا محمد علي لما عمل نهضه في مصر غير مسبوقه كان منطلق من فهم للشخصيه المصريه والعالم المحيط بمصر استطاع انه يبلغ يبلغ الجبال طوله زي ما بيقولوا جمال عبد الناصر عمل ده ابطالنا كلهم عملوا ده عرفوا يستنهضوا الانسان المصري ليصلوا الى حاله المعجزه اللي احنا بنعتبرها معجزه البرنامج ده هيخترق او هيحاول يقتحم المناطق السوداء والرماديه هو بيبحث عن التغيير لكن التغيير من جوايا وجواك في كل حلقه هنحاول ان احنا ناخد قصه قضيه البعض هيفاجا بانها كانت موجوده بينا وجايه من جوانا بس ما كناش بنسال نفسنا دايما احنا فاهمين الموضوع ده كويس ولا لا هنا ما فيش مكان لمسؤولين كتير يعني مش هنحاول نصدعكم بكلام تنظير كتير ووعود ونجيب مسؤول والوزير وغيره والكلام ده. لا ده بيتعمل في كل البرامج في الدنيا. وده يمكن اللي دفعنا ان احنا نعمل البرنامج ده ان احنا هنحاول نفهم من الناس اللي يقدروا يفهمونا وفي كل حلقه وفي كل قصه هنحققها في الشارع بمغامرات وجهد كبير جدا بالكاميرا صوت وصوره في كل مره هنسأل نفسنا في نهاية الحلقة إحنا فهمنا ولا لأ؟ مش لازم يكون فهم كامل ولكنه فهم تنطلق منه الحلول علشان كده في كل قصة وكل قضية وكل موضوع هنحاول نقتحمه هنحاول نحط حلول عشان نقول للمجتمع كله إحنا عندنا حلول هتبقوا شركاء في الحل طول الوقت لأننا هنتحاور مع بعض وهتتحاوروا مع اللي موجودين وفي كل مرة لازم تركزوا معانا جدا وكلنا نركز وانا هركز معاكم ان احنا نوصل لفهم كامل للموضوع ثم حلول للقضية اللي بنناقشها. هو ده برنامج لازم نفهم. خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني مع أول قصة محققة من الشارع في لازم نفهم.